لما كل خبراء اللعبة المعنيين بيقولوا ان الكرة جون يبقى جون. ده ناهيك لسه ما ناقشناش ضربة الجزاء يا استاذ ابراهيم. ده ضربة الجزاء دي رجع المصارع العبقري الظاهرة كرم جابر من الاعتزال ليلعب بطولة الأساتذة، ولكن يبدو أنه أخطأ الطريق في الميدان، لم يذهب إلى حلبة المصارعة لكنه جاء إلى ميدان كرة القدم. راجل بياخد الراجل من كتافه وبيقع بيه وبيثبته، وعدوا عليه ثلاثة ورفعوا إيد المدافع، المدافع كسبان اللقطة. في إيه يا جماعة؟ إحنا بنهزر؟ بنهزر؟ كورتين بالوضوح ده، واحدة ضد القانون، مخالفة قانونية، استدعاء الفار للحكم واستجابة الحكم تلغي المباراة. صحيح. أنا بس عايز أربط. ارجع بقى برضو كان بطلها رامي ربيعة، الكورة اللي حطها في الأرض. دي هتيجي. هتيجي. طيب. طيب. رأي الخواجة الإنجليزي مارك هاسلي، رأي أربع خبراء حكام وثلاثة قلته لكم. نشوف رأي الكابتن ناصر عباس هنا في قناة الأهلي. هل في لمسة يد؟ الإيد مكبرة الجسم؟ ولا الإيد في وضع طبيعي؟ ولا الإيد مبررة؟ ولا نتيجة إن اللاعب بيلعب؟ دي حاجات كلها تساؤلات. الحنفي هنا في الصورة هو موجود خلف اللاعبين، يعني ما يشوفش اللعبة دي. اللي يشوفها مين؟ الحكم المساعد اللي هو التاني اللي هو عمر فتحي. أنا كحكم مساعد كعمر فتحي كابتن هاني، لو أنا شايف إن دي في مخالفة كنت رفعت خالص وكنت رحت الدنيا كلها. ان انا هنا دي كره عرضيه، امتى الغي الهدف؟ لو جت من رامي ربيعه راح عاملها مره واحده جاب جون. ما ينفعش. او راحت لزميله حطها جون يا كابتن هاني، ما ينفعش. ولكن اللي حصل بعد كده ايه؟ هنا الحكم خد ادى استمرار. راحت لمين؟ راحت لمين؟ البنك الاهلي. هل كابتن هاني تلعب ليبرو ده هنا تحت سيطرته؟ انت كده اندر كنترول الكره ولا لا؟ 100% 100% ماليش علاقه بجوده لعبتك بقى. انت عندك امكانيه تخرج الناحيه الثانيه رمي التماس او تلعب باص صح او تعدي، يعني انت هنا سيطرت السيطره كامله. بقت لعبه ثانيه وفي حوزه لعب البنك الاهلي جديده. يبقى انا النهارده عندما انتهت اللعبه من هنا، لا ارجع ثاني معلش، ارجع لنا، ارجع لنا عشان الحاله دي مهمه. الاي بي بي اللي هو ايه؟ مرحله بناء الهجمه انتهت. انا بقى مش مشكله لعب الكره غلط ولا صح، هو ده هو ده يعني. لعب البنك استحوذ ومشي خلاص، انا كده بينتهي دوري كحكم، ببتدي اعمل اي بي بي من جديد. ساعه ما الاهلي هيستلم الكره، هل لما استلم الكره تاني وجي منها هدف كان في مشكله؟ ما كانش في مشكله. السؤال هقول لك من ضمن الاخطاء، انا كحكم فار لما استدعي الحكم هجيب له ايه؟ هجيب له الكره من الاول خالص. اسقف لك بقى يا كابتن هاني بجد، كاش اجيب له لعبه الهاند بول بس. اجيب له اللعبه كلها يا كابتن، من البدايه لاستلام اللاعب لمرحله البناء الجديده، واسيبه هو اجيب له علم استلام ثم اجيب له اللعبه اوضحها له كلها. للاسف هو الحكم النهارده اختفى بان هو يجيب له لقطه ايه؟ ان الكره جت في الايد، وما جابلوش بدايه الهجمه ان اللاعب استلم بتاع البنك وراح وعنده امكانيه ان هو يلعب، ولكن جوده لعبته راحت الكره ليه؟ انا شايف ان الهدف صحيح. شفت بقى؟ ده اللي كنت بقوله لك. اجيب حكم ما لعبش بقاله سنه ونص فار عشان كان المفروض يجيب له اللعبه منين؟ فما جابهالوش، فهنرميها على عدم الخبره مش التعمد. يا استاذ ابراهيم هذا موقف متكرر. ارجوك انت عندك فقره، والله انا اصلا انا عايز اعلق. هنعلق بعد الفاصل لانه فعلا الحالات كتيره قوي وتكسب.